السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة الجميلة تايب سكريبت، واللغة اللي ليها تطبيقات كتير في مجال البرمجة وأصبحت لغة مطلوبة بشكل كبير حول العالم. النهارده هنتكلم عن مثال بسيط كده، بتدارك بيه خطأ تقني حصل في الحلقة الأولى، نبهني ليه بعض المتابعين وأنا بشكرهم جدا على التنبيه دوت. أنا كنت بشرح مثال على صورة المفروض انها هتظهر على الشاشة، بس انا كنت يعني الظاهر كده في الفيديو اديتنج الصورة ما ظهرتش واصبحت يعني بشرح ومن غير ما يكون المثال موجود. فعشان كده انا قررت ان الحلقة الاولى طبعا مش هاخدكم على الحامي ولا حاجة، ولكن هتبقى مثال بسيط عشان نفهم ايه الفرق بين جافا سكريبت وتايب سكريبت عن طريق نفس المثال اللي كنت المفروض شرحته في الحلقة الاولى، بس الصورة بتاعته ما ظهرتش وانا بشرحه خلال الفيديو. فالنهاردة هنشرح مثال بسيط عن فانكشن بتجمع عددين، وهنعملها مرة بجافا سكريبت ومرة بتايب سكريبت، فخليكوا معانا. طبعا الفيديو ده مهم جدا لأي حد درس جافا سكريبت قبل كده وعاوز ينقل على تايب سكريبت، وبالنسبة للمبتدئين اللي معانا مش عاوزكم تتخضوا، احنا هنبدأ من الصفر، بس الحلقة ديت معمولة كنوع من انواع التمهيد عشان بس نستوعب ان في فرق كبير بين تايب سكريبت وبين جافا سكريبت، وان التايب سكريبت بينفذ نفس الشغل بتاع جافا سكريبت بس بطريقة اسهل وبطريقة سمارت اكتر. المشروع بتاعنا اللي هو اول مشروع هنكتبه في السيستم او في الكورس بتاعنا اللي هو اللي هنقارن بيه بين ملفات جافا سكريبت وملفات تايب سكريبت، هو عبارة عن ملفين، واحد index.html اهوت، والملف دوت عبارة عن تاجين تاج مثلا هيد وتاج بودي، بسيط جدا، HTML بسيطة جدا ماشي، فيها button اهوت، فيها input text box بياخد number ماشي، وهنا input text box تاني بياخد برضو number ماشي، وفيها button بتقول add. في ملف الجافا اللي هو طبعا بريفرنس، وهنا يعني هو هنا بيروح ياخد من السكريبت هنا بتاعه ملف الجافا سكريبت اللي هو اسمه js-test.js ماشي، بياخد الملف دوت او بياخد الكود اللي مكتوب في الملف دوت ويبدأ يخليه باك كود للأكواد اللي هي ال HTML اللي مكتوب في الصفحة دي. يعني هو اول حاجة بتعرف button، بيروح يدور على بيعمل query selector طبعا الدوكيمنت ديت اللي هي الدوكيمنت بتاعت ال HTML، وquery selector دوت اللي هو الميثود اللي بتدور على button ماشي. يبقى انت كده بتحط القيم بتاعت button كلها جوه constant اسمه button، وهتيجي هنا للانبوت واحد get element by id اللي اسمه number واحد، ال id بتاعه num واحد، ودوت document num اتنين، هتلاقي num اتنين هنا ماشي، وهنا function add بجمع number واحد زي number اتنين، بس طبعا انا هنا ده input واحد وده input اتنين، فهتلاقي هنا خدت الاوبجكت اللي اسمه button وضفت له ل event add event listener ماشي، وخليته عند الايفنت كليك، يعني لما اضغط كليك الكونسول دوت لوج هيشتغل وهياخد النتيجه بتاعت الفانكشن ديت. الناس المبتدئين هتحس ان الكلام معقد شويه، معلش استحمل شويه، احنا كل الكلام ده هنراجعه تاني من البدايه وهنشتغل فيه من تحت الصفر تماما. انا لسه ما شرحتلكش يعني ايه فانكشن، ولا شرحتلك يعني ايه كونستانت، ولا شرحتلك يعني ايه فاريبل، ولا شرحتلك اي حاجه. فايده الحلقه ديت للمقارنه بين جافا سكريبت وتايب سكريبت، فانت حاول تشوفها، هتحس الموضوع صعب، ما تقلقش الموضوع مش بالصعوبه ديت، بس لما تمشي في الكورس هتلاقي الموضوع مش بالصعوبه ديت. انبوت واحد اللي هو دوت الكونستانت اللي هو هناخد منه الانبوت هنا ماشي، دوت فاليو قيمه بتاعته ماشي، وهنا انبوت اتنين اللي هو واخد التكست بوكس التاني دوت ماشي والفاليو بتاعه ماشي، وتدخله في الكونسول دوت
لوج، اللي هو اللوج بتاع الصفحه بتاعتك بتاعت ايه او البراوزر بتاعك اللي شغال بيه، سواء شغال بقى اوبرا، شغال كروم، شغال وات ايفر، سفاري. اللوج بتاعه بيبقى فيه كل صفحه انترنت ليها حاجه زي مخزن كده اهوت بتحط فيه اللوجز بتاعت ايه الترانزاكشنز اللي بتحصل لو انت اضفت ليها اي لوج. لو رحنا على صفحة المشروع بتاعنا اللي هي فاتحين فيها الاندكس، اللي عاملين فيها الاندكس فايل والجي اس فايل، ماشي، ودوسنا دبل كليك على الاندكس دوت اتش تي ام ال دوت، هتلاقيه فتح لنا صفحة براوزر اللي هي كروم عادية جدا، ماشي. انا شغال هنا بجوجل كروم، ممكن انت تكون شغال بسفاري، شغال بأي حاجة زي ما انت عايز، ماشي. وهندوس اف 12، ماشي، هندوس اف 12 او نيجي هنا اهوت كده وتدوس مور تولز، وهتختار حاجه اسمها ديفلوبر تولز، ماشي. اهي يبقى يا هندوس اف 12، اوكي، ممكن اف 12 على طول كده اهي فتحها لك، او هتيجي هنا وتروح على مور تولز وديفلوبر تولز، اوكي. هتشوف هنا السهم ده اخره ايه في كونسولو، لو مش ظاهر هنا هتلاقيه في السهم دوت او كونسولو، ودوت الكونسولو اريا، المخزن اللي انا كنت بقوله لكم بيبقى مفتوح مع كل صفحه داخل البراوزر بتاعك، ماشي. سفاري برضو هتلاقي فيه الكونسول بتاعه، الايدج هتلاقي فيه الكونسول بتاعه، الاوبرا والفايرفوكس برو برضو هتلاقي فيه الكونسول بتاعه. تعالوا بقى ننفذ ايه الكود دوت، ماشي. طبعا حاطين هنا ايفنت اهوت ان هو يروح على الميثود دوت ويجمع الرقمين اللي هنكتبهم في التكست بوكس دوت والتكست بوكس دوت. فهنيجي هنا ونكتب مثلا 12، هنيجي هنا ونكتب 5، 12 و5 يعني 17. لما ندوس اد انت متوقع ان هيبقى ايه 17، لان المفروض 12 زائد ايه زائد 5 بيساوي 17، بس لما ندوس اد هتلاقي ايه ده 125. وعمل ايه؟ خد التكست دوت وجمعه على التكست دوت، ماشي، فاصبح عمل كونكاتينيش. شوف هنا حط 12 جنب 5 وعملهم لك رقم واحد، وده المثال اللي انا ضربته في الحلقه الاولى. طيب دي نقطه الضعف اللي موجوده في جافا سكريبت. انت هنا قايل له ان الانبوت ده التايب بتاعه نمبر، ماشي، وال HTML اللي فهم دوت وبقى ما بيسمحش بدخول حروف مثلا، يعني لو ضغطت على حروف كده هتلاقي الحروف ما بتدخلش، الارقام بس، ماشي. يعني انت عملت فاليديت يعني انك ضفت نمبر هنا، ماشي، وبالرغم من كده هو برضو خد الفاليو ديت ورجع قيمتها كسترينج، لان في الجافا سكريبت، ماشي، الكونستانت اللي بيبقى جاي عن طريق الفانكشن او جاي عن طريق الميثود جيت اليمنت باي اي دي، لو خدت منه قيمه الفاليو بترجع دايما سترينج، حتى لو الانبوت نمبر، حتى لو الانبوت ايه هياخد برضو القيمه بسترينج. طيب احنا كديفلوبر بنعمل ايه؟ ممكن في كذا طريقه. طريقه ان احنا نشيك على التايب دوت مثلا، نقول له هنا اف تايب اوف نم واحد اهو، ونحط 3 ايكوال نمبر، وهنا وي اهو تايب اوف نم 2، ماشي، 3 ايكوال نمبر، ماشي، لو هو جاي لك نمبر اساسا، ماشي، فهنقول له ايه ريتيرن واحد، ريتيرن اللي هو الشكل الطبيعي للميثود. طب ايلس لو شكلهم مش كده، لا، حط لي قبل كل واحد بلس، والبلس اللي بنحطه قبل كل واحد ده فايدته ان هو يكونفيرت القيمه، يحول القيمه اللي هنا، ماشي، لو هي مش بنمبر، ماشي، يحولها لسترينج، ماشي. ونعمل بقى فايل سيف اول، ماشي، نسيف ونفتح السيستم بتاعنا تاني ونعمل ريفريش للصفحة اهو. هنيجي هنا نعمل ريفريش، ماشي، وندخل القيمة الاولى مثلا 14 والقيمة التانية 6، وندوز اد وتلاقي 6 زائد 14 20 بالظبط كده، جمعهم وطلع لك النتيجة كنمبر، ماشي. طبعا هنا انا اضطريت اكتب اكواد اكتر عشان اوصل لنتيجة سهلة، ماشي. دي بقى القوه بتاع التايب سكريبت، ان انت مش محتاج تكتب الاكواد دي كلها. تعالوا بقى نشوف، ناخد نفس الكود ده كده اهوت،
كوبي ونروح على التي اس فايل ماشي، ونحط هنا بيست ماشي. وتعالوا برضو نفتح شاشتين كده اهوت جنب بعض، عاوز جي اس والتي اس اهو فايل، وادي التي اس فايل ماشي. تعالوا نخضر الكود هنا، ان هو شايف ان انت بتنادي على نفس الاليمنت في ملفين، فهنعمل الكود ده كومنت ماشي، يعني هنطلعه من الخدمه بس خليه قدامنا كده اهو ماشي. هتلاقي مفيش اختلاف كبير بين الاكواد، بس خلينا هنا نمسح ده كده لان ده كود اضافي، المفروض ان احنا ايه كاتبين الملف دوت عشان ايه ما نكتبش الكود الاضافي ده. بس هتلاقي بالرغم ان هو نفس طريقة كتابة التايب سكريبت قريبة من الجافا سكريبت، الا ان هو رافض هنا البروبرتي اللي اسمه فاليو ماشي، لان هو مش عارف التايب بتاع الاليمنت دوت ماشي. فممكن احط له هنا حاجه برضو من حاجات تايب سكريبت اللي هي الاكسبلينيشن مارك ديت، ودي معناها ان القيمه اللي هترجع دايما مش هتبقى نل من الاوبجكت دوت، ودي قوه على فكره في تايب سكريبت. موضوع هو النل دوت، لان هو عامل المشكله للمبرمجين في لغات البرمجه عموما اللي هو الريتيرن ويز نل ماشي. هم هنا في تايب سكريبت من الحاجات اللي هم يحسنوها في اللغه ديت ماشي. وهقوله هنا as html element اهوت ماشي، لان هو عشان ناخد القيمه تمام كده اهوت. وشوف اول ما حددت التايب بتاع الانبوت، لان طبعا دي لغه كامله فيها تايبس فيها اوبجكت اورينتد، فلازم تكون الحاجات دي كلها واخدين بالنا منها اللي هو التايب بتاع ايه الكونستنت دوت. ناخد ده هنا كوبي كده، اصبح متعرف ان دوت جاي HTML element فلازم تاخد منه البروبرتي فاليو عادي. طيب انا عاوز بقى افهمه ان الفانكشن دي بتجمع رقمين، يبقى اول حاجه لازم زي ما حطيت هنا التايب اقول له هنا دوت برضو از، هنا برضو ايه نمبر، وهنا برضو هنقول ايه نمبر اوكي. طبعا هو هنا حاطط اعتراض ان هو دوت ازاي هتبعت انبوت نوعه سترينج جوه نمبر، بس خلينا دلوقتي نعمل الكومبايليشن بتاع الماي فايل تي اس دوت ونحوله لجافا سكريبت ماشي، ونشوف هيعترض عليه ولا لا لو في سينتكس ايرور، لان ده يعتبر سينتكس ايرور ماشي. هنيجي هنا هو تيرمينال، وممكن نعمل نيو تيرمينال ماشي، ممكن تستخدم الباور شيل عادي جدا. وهو هتلاقيه واقف حتى على التايب سكريبت بتاعك على المسار بتاعك، او ممكن تستخدم السي ام دي الكوماند برومبت، بس امشي بقى سي دي لحد ما توصل لايه تشينج دايركتوري، لحد ما توصل للباس بتاعك دوت ماشي، وتقدر تستخدم تكتب نفس الكود في المكانين. طيب احنا هنكتب ايه؟ هنكتب تي اس سي ماشي، وهنقول هنا اسم الملف بتاعنا اللي هو بتاع التايب سكريبت اللي هو ايه ماي فايل، بس الاول نسيف ونكتب هنا ماي فايل دوت تي اس وندوس انتر. الغريبة ان الايرور اللي طالع مش هو الايرور اللي انا كنت منتظره في المثال دوت، انا كنت عاوزه يعترض على ان القيمة ديت مش نمبر، لكن هو معترض على حاجات تانية خالص، بيقولك مديول كلاس انترفيس انيام امبورت اوف ستيتمنت اكسبكتد، يعني هو متظر حاجة غير كونست دوت في اللاين واحد، يبقى في مشكلة في الكمبايلر. طب ما نشوف كده تي اس سي داش داش فيرجن ونشوف او واحد بوينت، لا ده النسخة الحالية احدث من كده بكتير، وده خطأ شائع بيحصل لما بنعمل داونلود للتي اس سي او للمحرك او للكمبايلر بتاع تايب سكريبت. وعشان كده احنا هنصلح الخطأ دوت بان احنا نشيل المحرك دوت وننزل محرك احدث منه، ننزل احدث حاجة، لان هو ده نسخة قديمة جدا من الكمبايلر دوت. اول حاجة هنعملها هنعمل npm uninstall -g typescript،
هنشيل التايب سكريبت من على ايه الجهاز. ماشي، هقول لك واحد باكج ريموفنج، يبقى احنا كده شلناه. هنفرص بقى التايب سكريبت انه ينزل احدث نسخه. ماشي، كنا نزلنا التايب سكريبت باستخدام الامر دوت ام بي ام انستول تايب سكريبت. لا، مش هنستخدم الامر دوت، هنستخدم امر يجبر التايب سكريبت، لان ساعات السيستم عندك بيتلخبط فيقوم جاي راح جايب لك نسخه قديمه من تايب سكريبت ممكن بتبقى اساسا موجوده على الجهاز وهو مش حدثها كويس، فمش هو ده اللي احنا كنا ايه عايزينه. فتعالوا معانا نحدث تايب سكريبت. هنستخدم الامر ده كده اهوت ان بي ام انستول تايب سكريبت داش داش سيف داش ديف. بشدد ان اللي هيستعمل الحاجات ديت اللي ظهر معاها الايرورات اللي بالشكل دوت. ماشي، لكن اللي الخطوه دي تعدت ولقى فايل تاني اتكريت هنا دوت جي اس، ده خلاص ده ما يعملش الموضوع دوت. اوكي، اتفتح اليوزر بتاعنا ده، هنستخدم الانستول مره تانيه النسخة الديفلوبر دي دايما بتنزل احدث حاجة. تمام، اللي هي 4.2.3. هنروح ناخد الامتداد بتاعها، طبعا هو بينزله لك في الملف اللي هو اليوزر بتاعك. ماشي، اللي هتلاقيه على الويندوز بتاعك دايركتلي. هنخش على الفولدر اللي اسمه نود موديولز، وبعد كده على بين، وناخد الامتداد دوت. ماشي، وهنيجي هنا في الستارت اب ونكتب اي ان في انفايرمنت اديت سيستم انفايرمنت فاريبلز، او تكتب كلمه انفايرمنت. ماشي، وهتيجي هنا في الانفايرمنت فاريبلز تفتحها وخلينا في السيستم. هنيجي في الباص، ولو لقيت باص قديم للبرنامج بتاعنا ممكن تشيله، او ممكن تضيف الباص ده على طول كده اهوت. اهو، اوكي 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 هنيجي هنا بقى ونقول له هنا TSC داش داش فيرجن كام. كمان هنعمل تحديث للنود جي اس وننزل النسخة الاحدث اهو. ثواني ويخلص خلاص النود جي اس. هنروح للكوماند برومبت ونستخدم الاوردر بتاع حذف الكومبايلر مرة تانية كده. خلاص حذفه، هنعمل داونلود تاني، ندوس انتر. تمام كده اهوت. هنستخدم بقى تي اس سي داش داش فيرجن اي 1 كده، تم تحديث التي اس سي فيرجن 4.2.3. هنيجي هنا نقفل التيرمينال ديت ونفتح تيرمينال جديده. تمام، كنا محتاجين بس نراستر الفيجوال ستوديو كود، هنقفله ونفتحه تاني ونفتح تيرمينال جديده ونكتب تي اس سي فيرجن، وهيطلع لنا الفيرجن 4.2.3 كده. يبقى احنا حدثنا الفيرجن. يعني مشكله التحديث ديت يعني لو صادفت اي حد ممكن يعملها، لو ما صادفتش خير وبركة تمام، مش هتبقى فيه مشكلة. لو انت نزلت اساسا النسخ ورا بعض زي الحلقة اللي فاتت مش هتحصل معاك المشكلة ديت، بس كويس انها حصلت معايا عشان لو حصلت مع اي حد يبقى عارف طريقة حلها ايه. هنيجي بقى نعمل تي اس سي ونكتب ماي فايل فايل دوت تي اس ونضغط انتر. ده الايرور بقى اللي انا كنت عاوزه يطلع من البداية، اللي هو هنا الانبوت فايل ها مش مظبوط. ماشي، ليه؟ لان هو بيجاب سترينج وبتدخل سترينج في نمبر، برضو مش عاوز الناس المبتدئين تتخض من المصطلحات ديت. نصلح الموضوع ده ازاي؟ بان احنا نيجي هنا نضيف بلس بلس عشان نقول له ايه، نعرفه ان لا احنا هناخد نمبر من الفاليو ديت. هنيجي هنا نعمل تاني تي اس سي ماي فايل دوت تي اس وندوس انتر. انا اسف انا نسيت اسيف فايل سيف، طبعا كان حاطط لينا علامه السيف اهو. نعمل كده تاني وتمام، عمل لي الملف دوت جي اس اهو، تحوله لي وبشكل سمارت نحول لي الملف دوت اهو. تعال نجيبه هنا اهو، تحول لي الملف دوت للملف دوت جي اس. اقدر ان اتاتش الملف بتاعي دوت
في السيستم واقدر استخدمه. طبعا الموضوع مش بيبقى في البساطة ديت في الحلقات اللي جاية، بس عاوز اقول لكم حاجة مهمة جدا 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 جدا، ان بعد كده هنستخدم Object Oriented، هنستخدم الامكانيات الكبيرة بتاعت لغة التي اس، واللي هنخليها تتحول بشكل سمارت لجافا سكريبت، ونستخدم ملف الجافا سكريبت في الكود بتاعنا. معلش الحلقة دي كانت طويلة شوية، هي مش للمبتدئين، هي للناس اللي درسوا جافا سكريبت قبل كده. ماشي، من الحلقة الجاية هنبدأ من نرجع بالمستوى تاني لحد مستوى تحت الصفر، ونبدأ ننطلق معاه في لغة تايب سكريبت. في النهاية يا ريت اللي عنده استفسار من أي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، والكود بتاع الحلقة ديت هتلاقوه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق، كان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.